اذن نحييكم متابعي الكرام دائما لكم الترحيب والتحيه المميزه شوطنا الثالث الذي تم انطلاقه قبل قليل حمل هذه السفنيه الممتازه حمل عنوان الجعدان المحليات الاصايل ليسن الاذاعه كل التوفيق لجميع المشاركين وحظوفر للذي لم يحال في الحظ الا هذه اللحظات نتمنى على التوفيق ان شاء الله هناك تابعنا نقم الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه وهذا الشعار الذي كان لم يذق طعم الهزيمه بابداع وانجاز تهانينا لعبد الوهاب بن سالم بن حسين الهاجري كان توقيت نقم سبع دقائق واحد ثلاث وخمسين وهناك 27 جزء من الثانية الذي رافق قبل بالتوقيت الزمني انطلقنا بشوط جديد حمل عنوان الجعدان المحليات الأصايل الرحلة هي الخمس كيلو الحاضرة بكل أشواطنا المستعدة بها الرحلة ولكن انطلق مع مبشر على صدر الشوط علي بن سالم بن غصر العامري يقدم لنا أبو سالم مسار البداية النقل التالي من الجانب الآخر من يحمل الرقم سبعة بن تابعة هناك لجان الذي قادم يتابع الشاهين بن احمد المزروعي هذا شعار بن اشعار حشيمه الذي قدمت الابداع باول اشواطنا الرئيسيه انطلق الى ثالث الاسماء من حمل المركز الثالث هناك مشكور الذي قادم لسعاده فرج بن علي بن حمود الظهر والمركز الرابع نعود مباشره وصل اشعار راشد بن الصغير بن محمد الذي قادم على المستوى الرابع ولكن شوف تدخل حشيم غادم بكل قوة يتابع ويرافقه غانم بن حمد بن مطر المنصوري يا مرحبا يا ابو حمد الطلاقة موفقة موفق للغاية أعود إلى المركز السادس بتابع على ما يبدو لي عندك يا من هذه الشعارات القادمه وصلها هناك جميل احمد بن عبد الله بن ضاحي ابو حميم من خلال اشعاره تابعه من على بعد المتابعه هذه النتيجه للست الاوائل ولكن ترقب المزيد ترغب العديد من الاشعارات الذي لم يحي لها موعد الدخول بعالم هذه الاصاله معود بن الى مشكور اروح بن الى مشكور صاحب الانجازات صاحب الابداعات لسعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري على المقدمه على المسار الاول المركز الثاني الله يا متتابعه شاهين بن احمد بن سعيد المزروعي يقدم هذه السلاله يقدم نقطه ثانيه على التوالي بمسار الشوط ولكن يغير من الجانب الاخر شوف التسللات ما شاء الله بدات الامور تستعل بدينه بالعدد ونازله الدعج الذي يقدم مسار الشوط حتى هذه اللحظات يرافق راشد بن صغير بن 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 كنون الذي قادم على المستوى الاول حتى هذه لحظاته يغير مسار الشوط بجداره يغير مسار الشوط المركز الثاني الاشعال الاقتصادي الذي واصل بكل قوه المركز الثالث واصل ام صيحان يحمل على ما يبدو لي رقم تسعه قادم بكل قوه سيف بن محمد بن سعيد الناصري يا مرحبا الذي قدم بمحمد مسار الابداع النقله الثانيه الى رابع الاسماء وصل الاجان الذي قادم شاهين بن احمد بن سعيد المزروعي هذه نتيجه متتابعه هذه نتيجه مترافقه الرباعيه وين العوده للزمام الامور سير بن الى الصداره اذا نعود الى الصداره العوده الى دعج على مقدمة الشوط الذي مسيطر الله يا بن يرادة دير بالك دير بالك الحذر مطلوب للغايه اول رحله الجعدان المحليات الاصايل بنوك المستقبل مع عالم هذه الاصاله مع عالم هذا العالم الساحر بهذه السباقات الهجن العربيه الاصيله ولكن الأشعار الاقتصادي يغود مشكور بالمتابعة لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري يقدم لنا هذا الابداع هذا الشعار الذي قدم العديد ياتينا بالجديدة المركز الثالث شوفهم صيحان غادم وصل النصري وصل ابو محمد يغير مسار الى مسار يبعينا الى الصدارة الله يا السلالة السلالة الماركة سلالة الذكريات هذا الشعار المركز الرابع وصل الجار الذي قادم يتابع شاهين بن أحمد المزرعي على المستوى المميز في الرباعية بقية الأسماء بنترك المجال لمصور العزيز له الشكر والتقدير بياخذ ابن جولة هذه الأسماء الذي من على بعد الأجل المتابعة ومن ثم أعذروني أعذروني بروح إلى شعار بن يرود الله يا تتابع الصدارة يا أبو الصغير دير بولك دير بالك الكيلو غدر الكيلو تخلصنا منه الإشعار الاقتصادي وصل حوار ثنائي ما بين هذه الاسماء، ما بين هذه الشعارات، وين الناموس يسير؟ أول رحلة الجعدان، المحليات الأصايل، شوف الابتعاد تدريجًا، شوف الابتعاد بدا، بدا الزحف إلى الأمام، ما بين بني إرادة، ما بين الاشعال الاقتصادي، الأمور بخطر، الأمور بخطر، ولكن أبو خليفة بدا يغير، بدا يطير إلى العاصمة أبو ظبي، إلى الإشعار مغر الصين مغر الانجازات، مغر التحديات والابداع، ذكريات مياسه، ذكريات العديد والعديد مع شعار ابو خليفه مشكور لسعاده فرج بن علي لسعاده فرج بن, بن حمود الظاهري ولكن المركز الثاني يا اخواني وصل راشد من صغير بن اراده خطير للغايه خطير للغايه الزحفين الامام الصراع بدا الصراع بدا بابا بابا بابا. ولكن الاشعار الاقتصادي الاشعار الاقتصادي راح الى العاصمه ابو صباح الخير يا ابو خليفه النقطه الثالثه على التوالي عن طريق اللقايا عن طريق الاذاع اول رحله للجدعان المحليات الاصايل تهانينا لحظات الوصول الى نهاية التهنئه موصوله لسعاده فريق بن علي بن حمود الظاهري مشكور يا راعي مشكور بلا الأبداع الجميل المركز الثاني شكرا لراشد بن صغير بن قنون بن إرادة الذي رافقنا بإنجازه على المستوى الثاني وقدم عرض يشكر عليه والمركز الثالث متابعين الكرام تهانينا لأحمد بن عبد الله أبو عميم على المستوى الثالث والمركز الرابع على ما يبدو لي عندك يا هناك عتيق بن عبد الله عن طريق الأسد ولكن من تعرف على الاسماء اذا مركزنا الرابع يحمل الرقم اذا تهانينا لسيف بن محمد الناصري على المستوى الرابع والمركز الخامس التهنيه لصالح بن سالم بن العامري والمركز السادس تهانينا لعلي بن سالم اول مركز السادس يحمل الرقم سبع عندك شاهين بن احمد المدرعي. كل الشكر لزملائي على حسن المتابعه ناخذ التوقيت الزمني سبع دقائق اربعه واربعين و 67 جزء مرة ثانية تهانينا وناموس للجميع